عارفه انت بتعملي ايه؟ عارفه. اعزائي المشاهدين، ومعاكم حلقه جديده من برنامج اجمل طباخه في مصر. النهارده معانا متسابقتين، الاستاذه منين؟ سعديه. استاذه سعديه منين؟ عبد الباسط البنا. منين؟ من العمر الكبير. منين؟ العمر الكبرى. دي فين؟ مركز طوخ اليوبيه. طوخ اليوبيه، من اليوبيه. استاذه سعديه من اليوبيه، والاستاذه ماري هان. ماري هان منين؟ معادي. معادي، يعني محافظتين مختلفين خالص. اه طبعا. النهارده بقى عايزين نشوف حاجه جامده. انا النهارده يا جماعه شيف بحكم، مش باكل، يعني مش بعمل لكم اكل. المفروض ان انا احكم عليكي واحكم عليكي واشوف مين اللي هيفوز منكم. ايوه تمام. الحلقه اللي فاتت في المتسابقه بريهان كسبت ب 50,000 جنيه. هنشوف بقى النهارده ايه اللي هيحصل، هتكمل ولا أكيد. لا اكيد، ولا ايه الموضوع؟ شور. ولا حضرتك اللي ممكن تكملي بعد كده؟ حاجه نصيب عند الله. يلا هنطلع فاصل واستنونا. انا حاسه ان المليانه بتاعتكم دي مش مظبوطه، يعني مش مظبوطه عليا. براند انت ممكن تقولي الكلام ده لسعديه تصدقك؟ طب بلاش سعديه، ماشي؟ بلاش. ممكن تقولي ام اسراء. انا عندي بنت اسمها ام اسراء، عشان انت فرق السن بيني وبينك، يعني بين هو كتير. او ام الاء. بنتك اسمها ام اسراء؟ اه اسراء والاء. هي اسمها ام اسراء. اسم انا مركب. اسمي ام اسراء. حضرتك اسم حددي. مركب؟ ايوه انا سعديه. اسم... ام اسراء. ام اسراء سعديه ولا العكس؟ هو العلام بتاعك كله كده؟ علام؟ كل تعليمك كده؟ اسمها ام اسراء سعديه. طنط سعديه. طنط سعديه. اسمها هو ده العلام اللي انت تعرفي خلاص فيه؟ خلاص طنط سعديه. ام اسراء. ركزي في علامك شويه، افتكري كنت كبرتي شويه وخلاص نسيتي التعليم، افتكري. ام اسراء. ايوه يا هلا هقه. هلا هقه. ايوه عرفتي يا هلا هقه. هلا هقه. الله. طنط سعديه. بحب اجرب اسمك كل شويه. جربيه عادي. عادي ولا يهم. ورجعنا لكم تاني في برنامج اجمل طباخه في مصر، ومعانا مكونات النهارده جميله جدا. معانا بطاطس مهروسه وزبده ولبن وتوم، وعايزين نشوف بقى مين اللي هيعمل لنا اكله من المكونات دي بجد ناكل صوابعنا وراها. نشوف. يلا نبتدي المسابقه يا جماعه. احرز بيها البطاطس، يعني مثلا شوكه مثلا حاجه كده يعني. اول حاجه طبعا انا طنط سعديه. احط الزبده اول حاجه صح؟ طنط سعديه. ام اسراء ممكن مناديل وجوانتي. في جلوفز، انا شايفه جلوفز يا جماعه. امال ايه؟ طيب يلا يلا يلا. اهم حاجه النضافه. شت بجد الدنيا صعبه قوي عندكم. اهم حاجه النضافه في الطبخ عشان خاطر ايه يعني. فلفل اسود بقى. نعم. انا اول حاجه ههرس البطاطس اخليها بيوريه. صح يا طنط سعديه ام اسراء؟ ممكن فلفل لو سمحت وملح. ده الناس فعلا الكبار لما بيجوا يطبخوا بيبقوا دقه قديمه شويه، يعني مش بيعرفوا يعملوا كده فلافرز جديده زينا. يعني مثلا انا بعمل بيكاتا بالمشروم تحفه، وكمان بحب اعمل سلمون قوي مشوي. حضرتك عارفه يا طنط سعديه ام اسراء انت بتحبي تاكلي ايه في رمضان على الفطار؟ انا بحب الاول ابتدي بتمره عشان برضو التخن يا طنط سعديه ام اسراء. ممكن فلفل. فلفل شطه. حتى يا بطه يا فلفل شطه. دايما وانا بطبخ بحب كده اقول كلام حلو يا طنط سعديه ام اسراء. خلصي عشان اهرس البطاطس. حاضر يا طنط سعديه ام اسراء. حضر لي. ايوه كده خليكي جميله وبتقولي حاضر ونعم. حاضر يا هو ده اللي انا طالبه منك بس. الملح بقى. انا عايزه معلقه احط بيها الحاجه ومناديل. طنط سعديه ام اسراء. خليكي ركزي في اللي قدامك. ماشي يا طنط سعديه. خليكي على هقه زي ما انت كده ومع نفسك. يا الله الموضوع بس كده. خلاص خلاص اوكي. انا بقى سيحت الزبده يا طنط سعديه ام اسراء، وهنزلها في الطبق ده يا جماعه علشان خاطر انا عايزه احطها عليها بعد ما احط البطاطس البيوريه. اكيد لازم تعمليها لها حاجه. استوي كده السيكه يعني. سكسكي بقى من هنا للصبح.
عادي ولا يهمك. طب يا جماعه عشان نهدي بس الحراره والمتسابقه الجميله دي والمتسابقه الجامده دي، يا رب تقولي 666 بالتفاح. هسالكم كام سؤال واعرف منكم برضو انتوا ايه بالظبط في الموضوع. اتفضل شيل ده بس، شيل ده شيل ده. طباخين جماد ولا لا؟ احنا طباخين، انا طباخه. ممكن نركز في السؤال. أيوة أنا كيس المكرونه فيه كام حبه؟ 350 ولا 300 ولا 100؟ 350. برافو، ثانك يو طنط سعديه. ام اسراء، نعم. انت بتعملي بيوريه عماله تهرسي بس، تجاوبي معاهم. ممكن توسعي لما اتكلم معاه وش لوش؟ طب ما هو ما ينفعش حضرتك، بس خليكي هنا بس دقيقه واحده. دقيقه واحده. طب دقيقه واحده بقى، عايزه ايه من طنط؟ احنا عايزين نحل. عايزه ايه من طنط؟ احنا عايزين نحل. طنط جات لك يا لهو حبيبتي. نعم طنط سعديه. اللي انت ما تعرفوهوش بقى، انت جيتي في ملعب طنط سعديه مش بتاعك خالص. طنط سعديه، طنط سعديه من الارياف ومن الفلاحين. اهلا. فمش هتسدي معاها. ايه ده؟ يعني تقفي بادبك. ايه ده؟ سمعتي ولا لسه؟ ايه طنط سعديه؟ انا ما حدش بيكلمني كده، مش ممكن. يا جماعه احنا على الهوا يا جماعه، اللي انتوا بتقولوه ده. طيب ماشي. تعالي يا هلهوا، تعالي تعالي بس. احنا على الهوا. ثواني بس، ثواني. هوا ايه يا عم؟ طب احنا على الهوا، ما ينفعش. هلهوا بتشقلي، انت بتشقلي في الشارع. طنط سعديه ام اسراء بتشقلي في الشارع. يمي خفت. يخفت يا الله. ممكن انا مش هحرق بطاطس بتاعتي بكل ده. هقول لك على حاجه، مش هنسيب اللي شايل من حاجه. طب تعالي يا ام اسراء، انتي فظيعه. طب الزبده، استنى بس. ايه ده؟ مش بعرف ازغرق. تعالي يا بنت خد، تعالي 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 تعالي. اقفي. حاضر. انت عامله ايه في ايه؟ عامله ايه؟ فيكي ايه يا بطه؟ قمر. تعالي بس تعالي. عايزه في ايه بس؟ هقول لك على حاجه كمان. انا بقى ما بيتقال لي ايه؟ نعم. طب تساعدي ام اسراء يا جماعه، احنا على الهوا يا جماعه، اللي انتوا بتقولوه ده ما ينفعش. يا استاذه سعديه، اقول لك ايه بقى؟ عادي، انت عدو جدتي. احنا على الهوا تتكلم باحترام. انا مش جاي هنا للتهذيب، انا ما بتهزقش. طب تعالي تعالي. انا لو كنت جاي هنا للتهذيب ما كنتش جاي. طب كده ما ينفعش. طب فهماني انت بقى؟ شايفه نفسك من واحنا بره؟ انت مش عارفه. محدش عارف يوقفك عند حاجه. انت قد ننه؟ تعال تعال تعال. لو انا قد ننه ما كنتش عرفت امسكك الماسكه دي. طب بقول لك احنا على الهوا يا جماعه، ما ينفعش كده. استنى بس. طب ركزي في الاكل، نكمل الطبخه. طيب طب ترمي دي في وشي مين يا بت؟ طب نكمل الطبخه. لا 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 لا، تعالي وريني بس. طب نكمل الطبخه يا جماعه. تعالي بس بس. على النعمه تاخدي 15 غرزه النهارده. خلاص طيب بس خلاص. ايوه شيخ، احنا في برنامج يا جماعه. يا جماعه يا جماعه، احنا على الهوا يا جماعه، انتوا بتعملوا ده ما ينفعش. لا يا بابا، يا جماعه انت اخرك عارفه تروحي فين؟ شارع الهرم. طب احنا شارع الهوا وجامعه الدول العربيه. انت جامعه وش بيقول كده؟ انا انا من الفلاحين. احنا كده هنقفل البرنامج. تاج على راسك. طب احنا كده هنقفل البرنامج. تاج على راسك. اخرك شارع الهرم. فلاحه. جامعه الدول العربيه. هلا هو. طب يا جماعه معلش، الموضوع شاغل جدا، هنطلع فاصل. تعالي بس اهدي. اهدي يا ماما. ايه دي يا جماعه بتاعت لا لا لا، ما تعلمش الادب دي. عايزه تتربى لقالوا جديد. طنط سعديه ام اسراء فظيعه. مشكلة اكتر. عادي طنط سعديه ام اسراء. فلوس ايه؟ الفلوس دي ندوسها تحت رجلينا ولا كرامتنا تنزل ابدا؟ حطيت لك اويل اشوحها اشولك وشك بيها. ايوه طنط سعديه ام اسراء. اهدي بس، اهدي شويه. يلا بوقي يا موزه، بوقي على اساس ان المركبه دايما بتبقى كومبليكيتد ومركبه. بس اقول لك على حاجه يا هلهاء، مركبه انت يا هلهاء. يا هلهاء اسمعي اسمعي، انت هلهاء. بما انك اتعلمتي وعامله نفسك، يعني ايه هلهاء؟ هحط اللبن. استني يا موزه، يعني ايه هلهاء؟ انا هكمل مسابقه عشان انا بس. لو سمحتي انت مجنونه، انت بتمسكي بعد اذن حضرتك. كريزي. عايز اعرف يعني ايه هلهاء. انت هلهاء. قولي لي هلهاء يعني ايه؟ يعني انت الهلهاء. يبقى انت طنط سعديه ام اسراء. يعني ايه يا متعلمه؟ يا متعلمه قولي لي هلهاء. يعني ايه؟ يعني هلهقه زيك. يعني ايه هلهقه؟ هلهقه هلهقه يعني. ايوه هلهقه. تعرفي تعجني مين اجيزه؟ اعرف اعجنك بطنك كده اللي بتقول مني. انت غيره على فكره، عشان انت طنط سعديه ام اسراء اسم مركب. انما انا اسمي مريهان بس. انت سعديه ام اسراء. ولاد مين انت يا بنت؟ مش بقول لك ما تشتميش. طب اقفي اقفي اقفي. مش هقف. اقفي. همشي كده. بقول لك اقفي. مش واقفه. طب اقفي بقول لك. مش انت قادره تضربي؟ مش فيكي صحه؟ اجري اجري ورايا. جريت عليكي بطنك يا موزه. جريت عليا بطني. اه جريت عليكي بطنك يا موزه. لا استاذه ده مين ده بتتكلم بطريقه ايه ده؟ انتوا جايبينها من جامعه الدول دي؟ والله والله دي جايه من جامعه الدول او من شارع الهرم. احفظي ادبك، احفظي ادبك. يمي خفت. مش ممكن. فظيعه. خضيتيني بجد. الصغير يا هلا هقا. تعالي 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 مع شاحة. تعالي بس تعالي.
ما احلاها عيشه الفلاح، ما احلاها عيشه العجينه، مش ما احلاها عيشه جامعة الدول العربيه فتحيه ام اسراء. خلاص بقى يوه يا يا لا 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 يا بنتي انت جايه من جامعه الدول. يا اسراء يا جدعان احنا هنرجع هوا ولا لا؟ يا جامعه الدول العربيه يا عيني. هو شارع الهرم وحش بقالك كتير ما رحتيش؟ بحبه بس كده. اه حطيت لي ملح هشيله طبعا يا شباب عادي جدا. احنا دلوقتي كده على الهوا. اوه ماي جاد. ثانيه واحده يا استاذ. احنا رجعنا يا جماعه هوا تاني بجد ورجعنا لكم تاني يا جماعه، والحلقه كانت سخنه جدا، وعايزين نشوف الاكل اخباره ايه يا جماعه، وعايزين ندوق عشان نحكم. يلا في حد هيفوز معانا النهارده ب 50,000 جنيه. اه انا بص هشيل بس في حبه ملح زياده عندي هنا، فانا هشيلهم بسرعه عشان تنسعدي. ام اسراء كانت منهاره مدغاره غيرانه مقهوره. انا فعلا الكنترول روم بيقول لي ان المدام حطت اكل على الملح بتاع المتسابقه الثانيه. انت على فكره يا استاذه بعد اذنك من عاشر الام اللي زي دقيقه واحده لازم يبقى اكتر من كده. خلاص طب يلا هنطلع فاصل تاني يا جماعه ونرجع لكم بعد الفاصل. وانا بقى معلقه لو سمحت عشان انزل بس. اه يا وفي يا ربي. ورجعنا لكم تاني في برنامج اجمل طباخه في مصر. يا ترى ايه الاخبار يا جماعه؟ زي ما انتم شايفين كده انا عملت البطاطس بتاعتنا بيوريه. وندوق ونشوف ايه الموضوع والاكل ايه. شايفين الريحه تحفه، بس الفلفل ده انت فاهم طبعا عشان خاطر كان سعديه ام اسراء منهاره. انا خلاص خلصت يا شيف، ممكن تدوق. عايزه بس اقفل النار عشان النار مولعه في الناس هنا. تاج راسك. انا خلصت. تاج راسك يا هلا هقة. ممكن طبق لو عايز. حلوه هلا هقة ده، ما تمشي في الشارع بقولي الناس انا طلعي عليا اسمها هلا هقة. ده جميل قوي. عارفه لو تعرفي معنى هتدفني نفسك صحي. بجماله الفلفل. بصي ده لطيف. طنط سعديه ام اسراء لا تتضايقي يا قطه. لا استاذه اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش. انت يعني هي حلوه جميله. عايزينها سبايسي. انا عملت زيها سبايسي كانها سبايسي عشان تبقى تبقى الفلفل كويس. على الهوا احنا على الهوا يا جماعه. ودي دي لو محتاجاها. على الهوا يا جماعه. ودي كمان. لا 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 احنا على الهوا يا جماعه، اللي انتوا بتعملوه ده ما ينفعش. انت عشان قد ستي مش هقدر اتكلم معاكي. ستي بطريقتك. ننه 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 هنم تنسعدي يا ام اسراء. Don't play with me. عشان انت حطيتي لي فلفل اسود في عيوني. يا بنتي انا قلت لك بصي 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 شوفي النناه اللي انت بتقولي عليها. لو انا ضعيفه والنناه زي ما انت بتقولي ما كنتش اقدر اجي عليكي كده، ما كنتش اجيبك كده لو دراعك كده. شفتي دراعك؟ ما انت عندك صحه طبعا. ما هم كده الزمنه البلدي. قولي خمسه وخميس. خمسه وخميس. عايزاكي تخمسي بالله. خمسه وخميس. تعرفي ربنا تعرفي تقولي عشان احلمك بالله. خمسه قولي اه. خميس يا جماعه مش هينفع. قولي اه. لا استنى بس ثواني. ثواني. احنا على الهوا ما ينفعش. ما ينفعش. يا استاذ عارفه انت بتعملي ايه؟ 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 مقلب مين ده؟ مقلب مين؟ احنا برنامج كله شطه. بقول لك ده مقلب. والله ده مقلب. اهدي ده مقلب فيكي والله. احنا بنعمل مقلب يا جماعه. في ايه؟ تعالوا بقى بتعمل مقلب. مقلب اقسم بالله. والله ازاي بتعمل مقلب؟ تاني حلقة. تاني فلاحة. حطيتي لي فلفل اسود في عيوني. عشان تعرفي احنا بنعمل مقلب في برنامج فلفل شطة يا جماعة. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه ده؟ وانا والله ايه ده يا جماعة؟ لا ايه ده بجد؟ مقلب والله. ايه ده؟ انا ما حدش بيشتمني اصلا خالص. انا مش هقدر. انا مختلفة عن الناس بعيد، ما بتكلمش حد انا في حالي. نصيبك انك وقعتي في واحده اقسم بالله ما بتسيبيش. ما تبصليش. ايوه كده. احنا اسفين. احنا اسفين قوي يا صباح. انا مش هقول لك مقلب. مش هكمل يومي النهارده. استنشوني مقلب. مقلب. طب تحترميني ولا انا اسفه. بصي حاجه. بصي بصي. انا اسفه سوري. والله انا اسفه جدا والله. انا اسفه والله. والله انا اسفه. انا اسفه كتر خيرك والله. We'll be right back.
هطلب من حضرتك ان يعني احنا هنذيع الحلقه ان شاء الله في رمضان، وبعتذر لك وبعتذر عن الغلط اللي انا غلطته، بس عايزه منك الموافقه. ايوه تاذيه يا عم. نذيع ولا ما نذيعش؟ نذيع ونقول رمضان كريم على الكل يا رب. الله اكرم يا حبيبتي. شكرا جدا. انتوا طيبين.